يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله عن حملة القرآن في عالم الإنسان كل له ميدان وليس أعلى شان من حملة القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اقرأ أخي ورتل القرآن اصبح بصوتك اسمع الأكوان اقرأ كلام الله.